رئيس الأمر الواقع في تونس يضيق ذرعا بشبكات التواصل الاجتماعي المتنفس الوحيد المتبقي للشعب بعد انقلابه على السلطة وهيمنته على الإعلام وإصداره المرسوم عدد 54 الذي يجرم كل أشكال المعارضة وحرية التعبير والنقد بتهمة التآمر وتهديد الأمن القومي. وأكد رئيس الجمهورية أن هذه المنصات لم تعد شبكات تواصل اجتماعي، بل تحولت إلى أدوات تلجأ إليها دوائر معروفة في الداخل والخارج لضرب الأمن القومي لتونس. سعيد وظف وزارة العدل لاعتقال ومحاكمة صحفيين ومدونين ونشطاء سياسيين ونقابيين وحتى مواطنين عاديين بسبب منشورات ناقدة على شبكات التواصل، ويهدد اليوم بخطوة أكثر تسلطا وقمعا لحرية التعبير، حجب شبكات التواصل أساسا. ذكر رئيس الجمهورية بموقف الاتحاد الأوروبي الذي أعلن بصفة رسمية مؤخرا بأنه سيتم منع أي منشور إلكتروني يدعو إلى الكراهية أو العصيان أو العنف، كما سيتم حجب شبكة التواصل الاجتماعي مع تحميل الجهة المعنية المساءلة القانونية. موقف الاتحاد الأوروبي الذي تعلل به سعيد كان مجرد مقترح جوبها برفض واسع داخل البرلمان الأوروبي نفسه، لا قرارا من ديكتاتور مهووس بنظرية المؤامرة يزج بمعارضيه في السجون ويبث الكراهية بين شعبه الذي يريد عزله عن العالم الخارجي. التونسيون خبروا قبل الثورة سياسات الحجب على النت أو إيرور 404 ونجحوا في تجاوزها لافتكاك حريتهم، فهل سيقبلون بعودتها مجدداً؟